وللمزيد حول احتفالات محافظة القاهرة بذكرى انتصارات أكتوبر، مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني يطلعنا على التفاصيل. أحمد، إليك. احتفالا بنصر أكتوبر وانتصارات أكتوبر المجيدة، أقيم ماراثون اليوم هنا في منطقة مصر القديمة بالقاهرة بمشاركة مئات الشباب من مختلف الأعمار السنية. هذا الماراثون بدأ من أمام متحف الحضارة بالقاهرة وانتهى هنا في منطقة الكيالة، وشارك فيه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وكذلك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة. هذا الماراثون الذي انطلق اليوم ينقل ويحمل العديد من الرسائل لتنشيط الذاكرة الوطنية لدى النشأ والشباب الصغير السن، بالإضافة إلى أنه يحمل معاني كثيرة من معاني التضحية والفداء. هذه الرسائل التي نحتفل بحرب أكتوبر لكي ننقلها للشباب الصغير. نجد أن الشباب الصغير كان بعضهم يرتدي الزي العسكري، وآخرون أيضا كانوا يحملون أعلام النصر وأعلام مصر، بالإضافة إلى الشباب الذي كان يعزف الموسيقى العسكرية. كل هذه مشاهد تعكس روح الانتماء والولاء للوطن. انتهى هذا الماراثون الذي انطلق اليوم هنا بحفل أقيم أمام محافظ القاهرة وعدد من القيادات التنفيذية بمشاركة مئات الشباب الذين جاءوا من مديريات الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، وهم أيضا يعبرون عن حبهم لهذا الوطن وحب الانتماء ورفع الروح المعنوية لديهم. يعني كان هذا هو المشهد هنا في منطقة الخيالة، هذه المنطقة التي أصبحت وتغيرت تماما بعد أن تم تجديدها عن بكرة أبيها بشكل كامل، كما يتضح أيضا من عدسات الكاميرا، بالإضافة أيضا إلى أن حرب أكتوبر المجيدة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل التي ينبغي كل عام أن نحتفي ونحتفل بها هنا مع الشباب الصغير وأيضا النشأ الصغير والشباب، وننقل هذه الرسائل جيلا عبر جيل. إليكم زملائي في الاستوديو.